بقاله بربير وبانتين بقم وثلاث آلات قمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك. عندك لومي؟ والله موجود. السلام عليكم عيالنا، يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة اليوم عن الزراعة في البحرين. حياكم، نتعرف عليها أكثر وأكثر. أبنا شلونكم؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. عيالنا اليوم نتكلم عن الزراعة في البحرين أيام الأول، يعني إحنا طبعاً تقدمت وايد، بس أيام الأول شنو الأشياء المتميزة اللي كانوا يبيعونها؟ مثل قبل شوي شفنا مثل الخضار أو اللي عنده حمار وبكرامة وحاط عليه مني مرحلة ومني مرحلة ويبيع أنواع من الأشياء اللي تزرع في البحرين. مثلاً يبيع شنو ذي؟ بربير. وهذه بقل. بقل زين. وبعد وينه؟ وهذه تروح. بدل الجرجير في عندنا تروح أول هاللون عندنا، وعندنا بعد رويد، عندنا طماط، عندنا وين بقى ليمون، يعني لومي يسمي ليمون، يما يسوي منه شربت لومي، يما نعصره على الأكل. على الأكل وعلى الأكل وعلى حتى عندنا بعد حتى فواكه صغيرة بعد عندنا أول. عندنا مثلا التفاح صغار، وعندنا رمان صغار بعد، بس حلو في حامض وحامض وفي حلو، ها يسمونه كرور وبعد صغار كذي. وفي عندنا بعد كان همبا عندنا شوية خفيف، وعندنا كنار. تذكروا بعد شنو؟ كنار صبار. مو صبار، هني صبار عندنا. صبار إيه. لوز. توت موجود بس توت علي لوز بس مثل ما قلت لوز. رمان قلنا ترني اللي هو مثل لوم بس كبار، وقشرة متين، ها ويسووا منه ال أنا شو اسمه ذي ال الجام، ها ما شلون أظنتي مربى. إحنا نتكلم كل جام، إحنا ثقافتنا إنجليزية تكلم مربى. هذه الأشياء طبعا يزرعونها في البحرين وكلهم يأكل منها، وفي كثير من البيوت موجودة فيه موجود فيهم شجرة أو النخلة. هذه عادي كل مكان، يعني البحرين مشهورة بلد مليون نخلة على ما يسموها. في سدرة في البيت اللي سدرة الكنار أو سدرة الرمان أو سدرة اللوز، هذه موجودين في البيوت عادة. في البيت بعد عادة بجانب هذه كلها عندهم بعد حيوانات وأشياء طيور وغيره يربونهم، لكن إحنا خلينا نشوف نروح سوق الخضرة أو مكان ما يبيعون الخضرة ونشوف أنواع الخضرة الموجودة. أرضنا زراعية، والزرع ما يبي له شيء، يبي له جهد بس، إنك تشوف الأرض شو يسوي. أول شيء تحرثها. ليش تحرثها؟ عشان في حصى، في ديدان، في أشياء، في عودان، فيه عروق، كله نشيله وننظفه. وعقب ما ننظفها نحرثها شو يسوي؟ نسمدها بالسماد. والسماد إحنا وين نأخذه؟ من روث البقر، إيه نخلطه وياه، وبعدين نبذر البذور اللي نبيها ونسقيها. و
واللي بيزرعها رب العالمين هو اللي بيطلع الأشياء هذه. ناخذها ننظفها ونوديهم نبيعها في السوق. أول عيالي كانوا يحطون عن الطيور شيء يخرع الطيور، شو يسمونه؟ هم يسمون الفزاعة. الفزاعة هذه يسوون مثل الريال كذي، يدمي مثل الريال واقف، الطير يشوفه والله اليراد يشوفه ويشردون. والشيء المضر عندنا في الزراعة اليراد. ليش يخافون الناس من اليراد؟ مو الناس تخاف، خاصة المزارعين لما يطب اليراد على الزراعة يفنيها، ما في ولا ورقة ياكل ولا يخلي ولا ورقة، فلذلك يحاربونه. زين الفزاعة هذه شو تسوي؟ مثل ما قلنا هي لما يشوفون الطيور يشردون. قصة صغيرة، كانت في مزرعة وفيه كله جزر، وجار المزرعة أرنب، والأرنب عنده بعد عيال، عنده ولد عنده أرنب شيطان. قال يبا أنا أشوف مزرعة هناك يمنى وفيه جزر أصفر أحمر، اللي يقول لا يا ولدي، يقول حق أبوه، يقول حق تحمل تروح ترى، لأن إذا رحت خف معناها أنت تسرق، عدل ولا لا؟ أنت إذا تبي استأذن من راعي المزرعة قول له أنا أبكي. قال له راح يبي دش، شوف ما شاف أحد في المزرعة، قال ما أحد في المزرعة، خل أدخل ها وأكل الجزر ما حد يشوفني. ودخل وكل وكل وكل، وشال معه بعد كم وحدة وهي البيت، اللي يقول حق أمه يما شوف الجزر إيش حلوة. قالت له وين جايبه؟ قال مزرعة جيراننا. قال عيب حرام، هاي يسمونها سرقة. قال يا الله جزر، إذا أنا أخذت من جزر والله شيء خضرة والله من الزراعة سمينا سرقة. إيه قالت له إيه سرقة، تأخذ شيء مملك هذه سرقة وتحاسب عليها. عقب كم من يوم بعد يروح من المزرعة يشوف من كل الجزر من كل الجزر. قال أنا علشان أصيد اللي كل الجزر لازم أسوي فزاعة، بس الفزاعة مو من القماش والخشب، لا قام سوى فزاعة بس من هاليلصق القار نسميه إحنا، يعني لما تحط هاللون تلصق فيه، شايفين القار هاي اليلصق. قام ذاك الأرنب ويا اللي يقول إيه تخرعني، أنت اللي تحمي الزراعة تحرس الزراعة أنا باكل. وهذاك طبعا ساكت ساكت، ها لكن تدري أنا قبل شيء خلى أصدر كف علشان ما يلحقني. قام طق كف صار فيه لصقت يده، قال يا تودني من هذه اليد، عندي اليد الثانية تشح وتلصق الثانية. قال لا عبالك ما عندي شيء، ويرفس بريله وتلصق، وريل الثاني وتلصق. قال لا ترى أنا عندي راسي بعد تشح ويلصق ويتم هاللون لاصق ويا على المزرعة. قال لها صدناك، ها أنت اللي تأكل الجزر، ها؟ قال لا سامحني سامحني. قال لا 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 أنا حين عقابين لك، يوم ما قطك في النار يوم ما قطك على الشوك. إذا قط على الشوك بينط بيقز الشوك وبيطلع، لكن إذا قط في النار بيحترق. هذه ذكي الأرنب. قال لا 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 تقطني في الشوك، أنا أخاف من الشوك، قطني في النار. قصة عليه. قال المزارع زين 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 عال، ما دام تخاف أنت من الشوك بقطك في الشوك. خذ وقطع الشوك وتم صوت ونف. قال هاي ملعون شرد ملعون، قص عليه ألا قطع في الضوء وشم عليه. وراح قال حق أمه شوفي جسمي كله دم كله دم من الشوك من الشوك. قال شوف هذا الإنسان اللي يأخذ حق مو بحقه، السرقة حرام، ناخذ شيء مو بلنا حرام، فعيالي تحملوا من الأشياء الحرام، لأن إذا ما شافك أحد يشوفك رب العالمين وسجل عليك. والحرامي إذا صلوا بعد يعاقب في الدنيا، يعاقب وفي الآخرة بعد يعاقب. زين عيالي عقب هالسوالف عن الزراعة الحين، إيش رأيكم نروح نشوف هذه اللعبة الشعبية وعقب نرجع؟ خطوة بطة في رسمة في راس يونس.
عيالي عقب ما شفنا هذه اللعبة الحين نرجع نشوف المزارع، هل بس يعتمد على الزراعة ولا عنده أشياء ثانية؟ شو تظنون؟ عنده مثلا شو عنده مثلا؟ دياي. عنده دياي. الدياي يربي يربي الدياي وياخذون البيض ويبيعونهم ها؟ أو يحطون البيض تحت الدياية وتفرخ. كم من يوم يتم البيض تحت الدجاجة؟ 21 يوم. يا سلام عليك، وبعدين يفرخون ويكبرون الفروخ وغيرها ها؟ ويبيعونهم يصيرون دجاج كبار. عدل؟ بجانب مثل ما قال ولدي، بجانب انه هو عندهم دياي بعد عندهم غنم يربون الاغنام والخرفان بعد، وياخذون حليب من الغنم ويبيعون الغنم ويبيعون الخرفان بهالشكل، يعني عنده حركه في البيت. عندهم بعد بقر، ومن البقر يبون حليب. تعرفون ذيك البقره اللي قال البقرة يبون حليب ولا شنو؟ اي شنو من اولها شنو؟ شو اسمه؟ نودي نودي سلمي على سيودي سيودي راح الفكه يا بالعكه ويحطها في صندوقي صندوقي ما له مفتاح المفتاح عند الحداد والحداد يبي فلوس والفلوس عند العروس والعروس تبي عيال والعيال يب حليب والحليب والبوقر يبون حشيش والحشيش فوق الجبل والجبل يبي مطر والمطر عند الله قوم صل ما عبر قوم احنا بنقول هلو قبل قوم صل قال ما عبر قوم تغدي قال هي والله يعني الصلاة ما بتقوم تقول حق الغداء انت شو تقولون الحين احنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله انت واحدة مننا اللي قلتوها لا اله الا الله محمد رسول الله احسن هذه طقم هذه طقم وياها طقم وياها المهم هذه نقولها على البقر. البقر طبعا الحليب وايد مفيد وخاصه لما يكون حليب فريش والحليب يطلعون منه بعد اللبن يحطونه في السقا ذاك تخضونه خضونه وتطلع زبده واللبن يبونه بعد والزبده ايش يطلعوا منها؟ روب لبنه الزبده زبن دهن دهن السمن سمن يقول لك هاي دهن بقر حتى طعمه غير مو الطعم النباتي هذه والله الطعم الصناعي الدهن الصناعي لا طعمه وايد غير هذا البقر ويبيعونها طبعا البقره بعد وشيء زي بعد شيء شيء يربون يربون الحمام والحمام اي شو تعرفون من اسامي الحمام نعم القلابة القلابة فوق ينقلب ايه وبعد ها طير ها طيور الحب طيور الحب لا 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 حمام الحمام غير ها ابوي كاسيكو لا مو الكاسيكو ها مكاوي مكاوي ودش دشي ها دشي والزاجل يا كريم يا كريم وذيك اللي ترفعها لون صدرها تمشي مدينة لا 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 حمام احنا نتكلم عن حمام ايه حمام النفو اللي لها خنفرة بعد لا لا شديد تمشي ايه هاللون ايه اي وتعرف ترى الحمام مو رخاص في حمام غاليين بالاف يبيعونهم وحمام نادرين اي وناس يتاجرون في الحمام من اسعارهم في حمام عيالي يسمونه حمام الزاجل هذه الشغله ابوي نوفا شلال توصل يعني ناس يكتبون رساله وتوصل الرسائل اللي توصل الرسائل حمام الزاجل هذه يوصل رساله يعلمون على مكان معين ويروح يوصلها يطير عشان لا يشوفون الأعداء هذه مرة واحدة شوفوا القصة القصة هذه صارت وين في الشام كان في واحد صياد صياد ولا يشوف حمامة تطير قام تح قصده ولا حمامة الزاجل شافها وين يحطون الرسائل عادة فريلهم فريلهم فريل بطل الرسالة فتحها ولا رسالة من تجار أو من تاجر في لندن في أوروبا ويقول حق التاجر الموجود في الشام ان ترى احنا قاصرنا الحين اللي هو ناريل نارجيل هذا نارجيل وصار هالايام ثمنه غالي فطرش لنا لانه صار ثمنه غالي طرش لنا عشان نبيعه من شاف الصياد الصياد هو اللي شاف صياد عنده صديق تاجر قال له ايش رايك هذا الرسالة تحت يدنا الحين خلي ناخذ ونطرش حق أوروبا من هالجوز هذا جوز الهند اللي عندنا بكثرة وبنكد لأن هنا قالي قال يلا وطرشون كميات وطرشون كميات وحصلوا فلوس كثير لأن ما راحت الرسالة
إلى التاجر اللي المفروض توصل له، وصلت حق ناس غير. طبعا هذه استغلوها، والتجار مع بعض التجار دائما يستغلون بعض الناس ويبون فلوس وبس، همهم الفلوس وبس، فتغانوا. هذه الطير الزاجل، والطير الزاجل بعد يوصل الرسائل بعد من منطقة لمنطقة، مال إذا حق حرب ولا شيء، وعارفين مناطقهم يعني هم يدربونهم، يدربون زين الطير هذه الزاجل، وبعدين يستفيدون منه. طبعا الحمام محمام بعد هاي ناكله صح والله، بعد المزارع بعد يسوي شنو، أرانب بعد يربي أرانب بعد، الأرانب ما شاء الله عاد يبون ايش كثر يمين بالعشرة بالحداشر بالاثناعشر كل الأرانب. زين زين، ما احنا عند عن الزراعة وغيره، ايش رايكم نروح غناوي متعب ونشوف الفنان عبد الله ملك وهاي الأغنية عن الزراعة. خلالو 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 سكتوا به يا حالو، خلالو 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 سكتوا به يا حالو، خلالو 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 سكتوا به يا حالو. عندي بصل ورويد انا ابقى فيه العطر فواح انا ابقى، عندي بقول اولوز احسن من التفاح، عندي بصل ورويد انا ابقى فيه العطر فواح انا ابقى، عندي بقول اولوز احسن من التفاح. خلالو 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 سكتوا به اليا هالو، خلالو خلالو عيالنا. الأولين يقول زرعنا وكلوا، واللي يأكلون يقول بعد زرعنا وبيأكلون، يعني إحنا نغرس وغيرنا يأكل عقب. يعني الحين لما أنت تبي تحط مثلا نخلة نخلة وتزرعها تقول بوها متى بتثمر متى بناكلها، أنت إذا أنت ما أكلتها عيالك بيأكلون منها. احنا دائما نزرع، حتى احنا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا اذا حتى لو قامت القيامة وفي يدك شتلة لا ترميها، غرسها ومش، يعني تعود ان نغرس نبني، لان الزراعة تعطي منظر حلو حق الديرة، منظر حلو حق البيت، نستفيد حتى من زراعتنا. الحدائق اللي عندنا المزروعة هذه نهتم فيها، خاصة اقول لكم حق الاطفال لما يروحون الحدائق نهتم بالحدائق ونهتم بنظافتها، اللي يشوفنا ورد ما نشيله ونقطه. احنا عندنا يسوون بعد اسواق، سوق المزارعين، روحوا تسوق المزارعين بتشوفون المنتجات ايش كثر موجوده في البحرين. صارت الحين الاشياء وايد كثيره، فنهتم في الزراعه وخاصه الزراعه المنزليه والزراعه الخارجيه. نحاول حتى بيوتنا نزرع فيه ورد، في مواسم حق الورود نزرع نشم ريحه الورد، المنظر جميل، الخضره في البيت. يعني الحين هذه تشوفها حصى في حصى في حصى، لو حد هني مثلا الحين انخرط الصوب، شجرة مني، زراعة مني، حشيش مني، شلون تكون المنطقة حلوة؟ فنهتم بالزراعة ونهتم ببيوتنا، وأتمنى إن شاء الله الخير لبلدنا ولبلاد المسلمين. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين. عيالي هذا كانت آخر فقرة عندنا، أتمنى إن شاء الله أشوفكم باكر في حلقة جديدة. إلى اللقاء وفي أمان الله.